معانا الدكتور كرم كردي، عضو مجلس اداره اتحاد الكره الاسبق على التليفون. دكتور كرم برحب بيك. اهلا بيك يا استاذ اسلام، ازي حضرتك؟ اولا عايز احييك على المقاله وعلى طرحك للمعلومات فيها، والخمسه حضرتك يعني ذكرت خمسه سافروا على حساب المنتخب وصدرت. لا هو انا ما قلتش انهم سافروا، انا قلت ان صدرت لهم تاشيرات ماشي ضمن الخطاب الرسمي اللي طلع من اتحاد الكوره للاتحاد الاماراتي علشان يطلع لهم تاشيرات واقاموا في فندق اللاعبين، وجزء منهم اقاموا في فندق اللاعبين، وتم دفع ثمن الاقامه بتاعتهم ضمن الفلوس اللي دفعها المنظم، سواء عمرو النايل اللي هو بتاع نان ستوب، او صبحي نجيب اللي هو اتدخل علشان يحل الازمه لما نان ستوب رفضت ان هي تكمل في مباراه زامبيا. لان عشان برضو حضرتك تكون عارف معلومه، ان لما نان ستوب جت تتفق مع اتحاد الكوره كانت جايبه ماتشين، كانت جايبه السنغال وجايبه بوركينا فاسو، مش السنغال وزامبيا. وبعدين بوركينا فاسو حصل فيها حرب اهليه، فتعذر ان هم يجوا، فتقدم مدير المنتخب علاء عبد العزيز باقتراح للشركه المنظمه ان يتم الاستبدال بوركينا فاسو بزامبيا. مظبوط. وبالتالي اصبح ان المنظم مسؤول بس عن السنغال، وما حصلش اتفاق كامل معاه على زامبيا. وبعدين اتحاد الكوره طلب صور جوازات السفر بتاعت لاعبي السنغال واداري السنغال علشان هم اللي يخاطبوا الامارات علشان يطلعوا لهم الايه التاشيرات. وانا عندي على فكره صور ماشي باسبورات الفريق السنغالي كلهم من مواليد 93 لمواليد 98 97 ماشي، يعني انت كان عندك ناس هتلاعبها عندها 18 سنه و19 سنه. فانت ما تقدرش تقول، يعني هم بيقول لك احنا مش عارفين ان احنا هنلاعب منتخب السنغال الاولمبي. يعني معقوله السنغال اصبحوا بتوع الحضانه بتوعهم هم المنتخب الاول مواليد 93 و95 و97؟ شايف شايف القرار اللي كان يجب ان يتم اتخاذه في الفضيحه ديت ايه؟ على الاقل ان يتقدم رئيس الاتحاد باستقالته. رئيس الاتحاد ده على الاقل، ما كانش المجلس كله. طيب هو رئيس الاتحاد ذنبه ايه؟ ذنبه انه رئيس الاتحاد. ذنبه ان هو المسؤول، هو الممثل القانوني. هو قال لك انا الكرة. وهو الذي يتحمل. هتقول لي كان في الحج. بالظبط. يعني كان في الحج ايه؟ بيدعي ان مصر تخش كاس العالم. تمام؟ لا. طب ما هو المدير التنفيذي كان في الحج. ليه لفت نظر المدير التنفيذي؟ رغم ان المدير التنفيذي حذر من المباراتين دول، وقال لهم انا ماليش دعوه بالمباراتين دول. ويسأل في ذلك مدير، انا بقول لك كلام نقلا عن لسان المدير التنفيذي. لكن هو انا عشان انط من المركب اهين الناس؟ يعني هم اكتشفوا دلوقتي بس ان انور بيه صالح والكابتن سمير عدلي عدوا الستين. يا اخي ده المساواه في الظلم عدلي يا اخي. طب مشي كل اللي فوق الستين ومشيهم بطريقه كريمه. طب خليني واحد خدم 18 يعني سنة والتاني خدم 28 سنة. دكتور كرم يعني خليني أسألك سؤال تاني. طيب وزارة الشباب والرياضة أو المهندس خالد عبد العزيز لما بتيجي تسأله مثلا عن حل اتحاد الكرة يقول لك أنا ما أقدرش وما بتدخلش في شؤون الاتحادات، فما ينفعش إن أنا أحل اتحاد الكرة علشان تم إلغاء مباراة. هو ليه دلوقتي مطالبهم ان خلال اسبوع ها يجيبوا الشرط الجزائي ال 100,000 دولار؟ وانا بقى اتحداك ان هم مش هياخدوا ال 100,000 دولار. بالعكس، ده ربما ان هم يضطروا يدفعوا الشرط الجزائي
لان كل الاوراق بتقول ان هم عارفين انه هيلعبوا منتخب السنغال. وانا ما اعرفش انت عندك فكره ولا لا، ان منتخب السنغال يوم 8 اكتوبر ركبوا الاتوبيس وطلعوا من الفندق وراحوا الملعب ولقوا الملعب مقفول، واثبتوا حاله ان هم راحوا الملعب والمنتخب وقدموا شكوى كمان. بالظبط كده، قدموا شكوى في الاتحاد الافريقي لكن يعني هو في النهايه اتحاد الكوره برضو يعني لما اتكلمت على الشكوى ديت قال لك هاني ابو رده هيخلصها من الاخر كده. يعني ايه هاني ابو رده هيخلصها؟ يعني هاني ابو رده بصفته عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي وبما يملك من علاقات مع عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي والقائم باعمال رئيس الاتحاد الدولي حاليا يعني الشكوى ديت احنا مش هنتضر فيها. ماشي مش هنضر فيه، خلينا في الضرر اللي وقع علينا احنا. ان احنا اتبهدلنا وبقينا ملطشه. طبعا هيقول لك احنا ما مش مسؤولين، يعني اتحاد الكره بيقول وانا اتكلمت يعني مع مسؤول. احنا مش راجل دلوقتي مسؤول على ناس موظفين اخطات، هو بيقول كده يعني في اتحاد الكره يقول لك احنا هنعمل ايه. انا الموظف ده مين اللي جايبه؟ وانا اللي جايبه ولا انت اللي جايبه؟ مش انت اللي عطيته المسؤوليه دي، يبقى انت المسؤول عنه. الله، هو اسكندريه لما حصلت فيها مشاكل هو المحافظ عندنا هو اللي تسبب في غرق اسكندريه امبارح. لا طبعا، الموظفين اللي ما كانوش بيسلكوا البلاليع، البلاعات، الظروف الجويه الغير طبيعيه اللي حصلت. ماشي، ورغم ذلك الراجل شال المسؤوليه وقدم استقالته. يعني انت شايف ان كان على الاقل رئيس اتحاد الكره يتقدم باستقالته؟ لا يعني اضعف الايمان. شايف مسؤوليه وزاره الشباب والرياضه في الازمه دي؟ والله بص يا استاذ اسلام، المهندس خالد عبد العزيز الحاجه اللي عاوز يتدخل فيها بيتدخل، والحاجه اللي شايف ان هي ممكن تسبب وجع دماغ بيبعد عنها. ماشي، لكن موضوع التحقيق بتاع طب هي هتسبب له ايه وجع دماغ يا دكتور؟ موضوع ماتش ما هو بيقولوا له بقى الله، طب وانت هتعمل ايه؟ طب ولو طلع المجلس مدان هتقدر تعمل له ايه؟ هتقدر تمشيه؟ مش هتقدر، هم اللي بيقولوا. ماشي، مش هتقدر عشان الاتحاد الدولي هيتدخل. الاتحاد الدولي ايه؟ هو في اتحاد دولي دلوقتي؟ ما الاتحاد الدولي ما احنا شايفينه كله عامل ازاي؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. التحقيق في ماتش السنغال ده ابيض يسود، وللاسف الشديد ان هو باين، ما هوش محتاج تحقيق. ما هوش محتاج تحقيق، تتحقق في ايه؟ ها؟ الفضيحه حصلت، مين المسؤول عن الفضيحه؟ اتحاد الكوره. يبقى مين اللي يتعاقب؟ اتحاد الكوره. لكن ان انت ما قدرتش مش عارف ايه تتشطر على ايه؟ ما ينفعش. وبعدين ايه الاهانه دي؟ ايه الاهانه؟ فين البعد الانساني؟ انك تقيل واحد راجل كبير عنده اولاد واحفاد وراجل محترم، راجل كان من الناس اللي يعني كان الله يرحمه صالح سليم يعتز بيهم، كابتن انور صالح، راجل كان مدير الكوره في النادي الاهلي ومدير النادي الاهلي. ماشي، وتنازل واشتغل في اتحاد الكوره وقعد 18 سنه ما غلطش غلطه، جاي دلوقتي علشان تنفض عن نفسك وان انت تخلي مسؤوليتك علشان تفضل قاعد اسبوعين ولا شهر ولا شهرين كمان، تقوم تلطخ سمعه الراجل ها وتطلعه ان هو السبب. هو مين الدكتور كرم، هو مين اللي جاب الناس ديت تدير اتحاد الكوره؟ لا، ما الناس دي موجوده من زمان. لا، هو مين اللي جابهم في الانتخابات؟ اللي جابهم في الانتخابات اللي فاتت دي؟ الجمعيه العموميه. والله الجمعيه العموميه طبعا. مين اللي خلى الجمعيه العموميه تنتخبه؟ لا، الناس اللي بيأثروا في الجمعيه العموميه. اللي هم مين؟ انت عارفهم اكتر مني. لا، انت حضرتك ادرى، انت كنت عضو مجلس اداره اتحاد الكره صار. انت عارفهم اكتر مني. لا، اهو انا بقولها لك على الهوا، هاني ابو ريده صح ولا لا؟ لا، المهندس هاني ماشي. لا قول لي بس حضرتك، انت انا بقول لك الاسماء اهو،
ماشي، ما انا هقول لك مهندس هاني اشترك في اختيار ماشي المجموعه، بس المجموعه دي لما تم اختيارها كان موجود فيها المهندس هاني كرئيس، والكابتن احمد شوبير كنائب ماشي، وكان من المفترض برضو ان انا اكون موجود. انا اعتقد ان الثلاثه دول لو كانوا موجودين كان بلا شك ان كان اداء الاتحاد كان هيكون احسن من كده. دكتور كرم، حضرتك كنتوا موجودين في مجلس 2008، وكان او مجلس سمير سوري في المجلس المجلس سمير زاهر، وكان بيحصل برضو مشاكل وأزمات كتير، ويمكن اللي غطى، وحضرتك تعلم دوت، اللي غطى على مشاكل الاتحاد في الوقت دوت هو الحصول على 3 بطولات أمم إفريقيا للمنتخب أو بطولتين واتيفر يعني، فبالتالي غطى على المشاكل الإدارية. ولكن هل أنت شايف ان يعني حسب كلامك ان الاصلاح لما المجموعه اللي جابت المجموعه ديت تبقى تيجي تمسك بعد كده الفتره اللي جايه، فالاصلاح هيبدا من هنا، مظبوط كده؟ لا هو بص يا اسلام، اتفضل. احنا خلينا نتفق على ان مصر كلها فيها فشل اداري. بالك، لكن المفروض ما نستسلمش ونحاول ان احنا نصلح. لو المجلس الحالي قدر ان هو يصلح جزء قبل ما يمشي ربما تتكتب له في حسناته، لكن انا بتكلم على ان حتى انا لما اجي اصلح ما ينفعش ان انا اهين اي حد، ما ينفعش. واللي حصل للاستاذ انور صالح والكابتن سمير عدلي دي اهانه، لان انت عاوز تشيلهم ماشي مفيش مانع ان احنا نجيبهم يا جماعه، وانتوا اديتوا اللي عليكم وعملتوا وكتر خيركم وي 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 وي، لو سمحتوا ايه يعني ادوا فرصه لغيركم. بس مش هم بس، لا بقى كل اللي فوق الستين. وخلي بالك عمر اتحاد الكوره ما هيقفل، لا اتحاد الكوره هيقف على واحد ولا على 2 ولا على 10. أنت بتتكلم، حضرتك بتتكلم في الجانب الإنساني، وأنت حضرتك قلت جملة مهمة جدا، إن مين اللي جاب الموظفين دول؟ هو مجلس الإدارة الحالي. طبعا. هو مين اللي جاب علاء عبد العزيز مدير منتخب؟ مش هم؟ لا مش هم. لا هم؟ هم؟ إيه يعني قصدك أنا بريدة؟ حضرتك شايف إيه؟ ماشي ماشي، طب ما أنا بريدة عضو مجلس معاهم. يعني هو ما في حاجات كتير قوي دكتور هم رفضوها. دكتور الهاني. دكتور كرم، في حاجات رفضوها الهاني. هو اللي جاب. الهاني كان عاوز علاء عبد العزيز يبقى مدير تنفيذي وما جابوهوش هم، وصوتوا ضد علاء وثروت سويلم كسب. فبص بص انا عاوز اقول لك حاجه، هم كانوا بيسمعوا كلام هاني في اللي هم عايزينه، واللي هم مش عايزينه ما بيسمعوش الكلام. دكتور كرم، يعني من منطلق اللي حضرتك قلته ان اللي جاب الموظفين دول هم المجلس الحالي، ايضا في المواقع بتاعتهم دي اللي جاب المجلس الحالي 3 انت عارفهم، هاني ابو ريده، احمد شوبير، حازم الهواري عضو مجلس الاداره السابق. اذا هتتكرر نفس الازمات خلال الفتره اللي جايه بعد سنه من دلوقتي لما تجرى انتخابات اتحاد الكره. دكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، بشكرك شكرا جزيلا. هنطلع فاصل ونستقبل كابتن مجدي عبد الغني.